مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لبحث تطورات المسار السياسي وتأثير إعلان الميليشيا عن تشكيل حكومة على فرص الحل السياسي. في حين لا تزال عقبة المجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في صنعاء تعرقل مساعي انعقاد جولة جديدة من المباحثات، أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على خطوة أخرى قد تقضي على ما تبقى من فرص الحل السياسي في البلد، إذ أعلنت عن تكليف القيادي في حزب المخلوع عبد العزيز بن حبتور بتشكيل ما أسمتها حكومة إنقاذ وطني. يأتي هذا التصعيد من قبل الميليشيا في حين يجري المبعوث الأممي تحركات واسعة تحضيرا لجولة جديدة يتوقع أن تبحث التفاصيل الأخيرة من اتفاق خليط من مقترحات ولد الشيخ ووزير الخارجية الأمريكية تم إعداده بعد فشل الجولة السابقة من المشاورات في الكويت. تحركات الحل في اليمن وكيف سيؤثر إعلان الانقلابيين عن تشكيل حكومة على فرص الحل سيكون محور حديثنا هذا المساء، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. في الوقت الذي ما يزال فيه المبعوث الأممي يبحث عن خطوة تهدف إلى إعادة المسار السياسي، يعود تحالف الانقلاب مجددا للخوض في خطواته الأحادية. فبعد أشهر قليلة فقط من تشكيلهم مجلسا سياسيا، ها هم مجددا يقدمون على خطوة أخرى، هذه المرة بإعلان تشكيل حكومة تتوزع حقائبها بالمناصفة بين أنصارهم برئاسة بن حبتور المحسوب على جناح المخلوع، خطوة وصفها مراقبون بالجنونية مقارنة بسابقاتها على مستقبل المسار السياسي والحل الجاري بحثه أمميا، وهي تأتي في سياق ضرب المساعي الدولية عرض الحائط من جديد، وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الخيارات قد حضر لها منذ وقت طويل، إلا أنها تأتي في ظل عجز مالي واسع يعيشه جناح الإنقلاب في صنعاء عقب قرار الحكومة بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن هذه الخطوات تأتي في سياق العمل المعتاد للميليشيا والذي يبرهن تجاهلها لمعاناة الشعب وعدم جديتها في السلام. يختلف البعض في قراءة إجراءات الميليشيا بين من يرى أنها اختارت هذا التوقيت لتحسين شروطها التفاوضية في المرحلة المقبلة، وبين من يقول إنها تستمر في المضي نحو استكمال باقي خياراتها الأحادية وتصعيدها على المستويين السياسي والعسكري. وفي كل الأحوال تشير هذه الخطوات إلى أنه ما من مستقبل حقيقي للمسار السياسي، وإن الحل المرتقب لا يزال بعيدا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من جنيف وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين الأصبحي. مساء الخير مع الوزير. أهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. مرحبا، أهلا بك معالي الوزير. في البداية نود معرفة يعني إلى أين وصلت جهود إعادة إحياء المسار السياسي؟ مسألة المسار السياسي سيبقى مسارا مفتوحا رغم كل التحديات الكبيرة، لأنه في الأخير لابد من حل سياسي، ولكن في هذه اللحظة هناك انزلاق حقيقي إلى كثير من العنف والحرب والخطوات الأحادية التي تقوم بها الميليشيات، وبالتالي لا يجب علينا أن نبتهم إلى أن يكون هناك استجابة سريعة من هذه الميليشيات. علينا أن نمشي باستراتيجية إعادة الشرعية وتحرير البلد من الانقلاب بشكل إنجاد وفعال، ولا نعتقد بأن المسار السياسي تم إحيائه خلال الفترة الماضية. ما طرح هي بعض التكهنات وبعض التدريبات الصحفية هناك، وما يقوم به إسماعيل الشيخ هو وظيفته المعتادة في مسألة أن هذا الملف هو ضمن المهمة التي أوكل لها حسب القرار الدولي. أما العملية السياسية فهي دمرت في مسألة ذهاب الميليشيات إلى أبعد من الخطوات الأحادية في تصعيد لم يسبق له مثيل من العنف. اللحظة منذ 10 دقائق الآن هناك قصف على المدنيين وقتل الأطفال في تعز وغيرها، وهناك تخطير خطير في مسألة الملف الخاص بالممرة المائية الدولية ضمن التنسيق مع القرصنة. هناك تصعيد خطير في مسألة العملية السياسية في تدمير المؤسسات للدولة. بالتالي ما تقوم به الميليشيات من استمرارها في العملية الفوضوية والعبثية هي مضاد تماما لأي أطروحة سياسية في هذا الأمر، وواضحة بشكل جلي ولا يحتاج إلى جهد كبير في هذا الأمر. عملية انتحارية صحيح، ولكنها تدمر كل بارقة أمل في مسألة العمل السلمي المرتقب. طيب، كان هناك حديث عن لقاء في مسقط سيحضره وفد من الحكومة لبحث اتفاق لإنهاء الحرب، ما صحت مثل هكذا معلومات؟
لا هي تسريبات، ومن الواضح جدا بأن من الآلة الإعلامية التي تعمل على إطلاق بعض البالونات هنا أو هناك، ويستفيد منها بالمناسبة الجانب الانقلابي الذي يريد أن يقول بأنه لا زال لديه حظوة في مسألة الورقة السياسية الإقليمية، ويريد أن يقول أيضا لداخل في اليمن الذي لا زال البعض من المغرر بهم يرى بأن هناك حضورا إقليميا أو دوليا إيجابيا مع الانقلابيين. هذا أمر غير صحيح البتة. الموقف الإقليمي والدولي إذا لاحظته خلال الفترة الماضية وهذه الأيام يكاد يكون متحدا في إدانته وفي موقفه ضد الانقلابيين بشكل واضح، وبالتالي التسريبات التي طرحت خلال اليومين الماضيين هي واحدة من خلط الأوراق، من لفت الأنظار، ومن التخدير لبعض المتابعين لهم بأن هناك عملية سياسية قادمة وعليكم أن تصمدوا قليلا، بأننا نحقق انتصارات، أننا نحقق مكاسب على عدة جبهات ومن ضمنها الجبهة السياسية، وهو أمر غير صحيح البتة. وأثبتت بعد ذلك الساعات التالية لليلة البارحة وما قبلها بأنه ليس هناك أي اجتماع وليس هناك أي تحضير، ومنها كانت تسريبات إعلامية واضحة جدا لأنها لا علاقة لها بالعملية السياسية. طيب ما هو غير صحيح؟ هو عدم رغبة الحكومة بالذهاب إلى عمان أم أن الأمر لم يطرح أساسا؟ لم يطرح أساسا، ليس هناك معلومة. الموضوع بحد ذاته كان مفبركا واضحا، ليس فقط عن الحكومة، ليس لديها فكرة عن الأمر. كان إسماعيل ولد الشيخ يلتقي برئيس الجمهورية في الرياض، ولم يربط أحد من المتابعين والمحللين السياسيين هذا الأمر. كيف يمكن أن الحديث عن لقاءات أو دعوات الحكومة لا تعلم بها، والمبعوث الدولي شخصيا كان في الرياض ولا علم له في الأمر؟ بالتالي هي واحدة من البالونات الإعلامية لا أكثر في هذا الأمر. ومن الملفت، يعني من الغريب أن يلتفت ناس كثير إلى هذه البالونة الإعلامية ربما للبحث عن سبق إعلامي، لكن بعد ذلك تضح بعد ساعات كثير قليلة بأن الأمر غير صحيح البتة في هذا الأمر. الواقع هو أنه لا تزال المسألة في المسار السياسي على ما تم عليه بعد الكويت. طيب الآن بالتوازي مع ذلك، بالأمس الميليشيا أعلنت تشكيلها ما أسمته حكومة إنقاذ. هذا الأمر يعني شهدنا نحن قبل ذلك عند نهاية مشاورات الكويت تشكيله من المجلس السياسي الأعلى، واعتبرتها الأمم المتحدة وجميع الدول الكبرى أنها خطوة أحادية من قبل الحوثيين لا تصف في مسار الحل السياسي. هذه الخطوة الجديدة كيف ستؤثر على فرص الحل بمساره السياسي؟ دعني أوضح هذه النقطة ونتحدث عنها بما هو أعمق من مسألة تأثيره على الحوار السياسي. ما تعمله هذه الميليشيا ضمن الفوضى التي قامت بها في تدبير المؤسسات، هي لم تدمر مؤسسات الدولة عبر الاستيلاء عليها بالقوة والسلاح، ولكن أيضا بالخطوات الإدارية والسياسية الأحادية التي قضت على ما يمكن أن نكون نواة لأي تبادرة توحيد العملية السياسية أو لتجميع القوى السياسية في اليمن للخروج بحل. سأضرب مثلا في ذلك، مجلس النواب رغم كل الملاحظات السلبية التي عليه، رغم أن هناك العديد منهم ليس مع الشرعية، التزم حيادا قاتلا أو حيادا غير موفق أو ذهب مع الطرف الآخر، مع ذلك الشرعية والمؤسسات الدولية والإقليمية حرصت على أن لا تدمر هذه المؤسسة على الأقل من الجانب المعنوي، وإن مجلس النواب يظل مؤسسة وطنية جامعة لليمنيين. في حالة الذهاب خطوة إلى الأمام لأي حل سياسي، لدينا مؤسسة رغم كل الملاحظات التي عليها إلا إنها الحد الأدنى الذي يمكن أن نعمل على ترميمه وقيامه كمؤسسة جامعة. يأتي هؤلاء بكل لحظة طيش وبحالة عبثية لا مثيل لها، ويجمعونهم بما يسمى بالمكتب السياسي، ويقوم هذا المجلس بما تبقى منه من بعض أشخاصه بخطوة تدمر الرمزية والجانب المعنوي للبرلمان. هذه العبثية في تدمير هذه المؤسسة أضرت بالوطن وأضرت بالمؤسسات الوطنية، وبيتلها تعمل مع مجلس القضاء، مع لها تعمل مع بعض اللجان الوطنية الجامعة. هذا العبث هو الآن ما تعمله بمسمى حكومة وطنية وغير من أو حكومة انقلابية وغيره. هذه الخطوات تؤكد أولا أن الانقلابيين في حالة انتحار سياسي، ثانيا بأنهم يذهبون إلى خطة مدمرة في تمزيق الوطن. البعض من الزملاء وبعض من المتابعين ربما يقولون بأن هذه الخطوة ستؤسس إلى حالة من الانفصال داخل الجمهورية اليمنية. هذا غير صحيح، لن نؤسس الأمر إلى انفصال، لن نقبل أن يكون أخواننا وابناءنا في المحافظات التي هي تحت قوة الإرهاب اليومي لهذه الميليشيات أن يكون
يكون كيانا يتبع هؤلاء. لا يمكن السماح بأن يكون هناك كيانا سياسيا يحكم من قبل ميليشيا والناس مرغمين عليه، هذا غير مقبول ولن يكون. ليس هناك أي خطوة ستؤسس لما يحلم به هؤلاء الانقلابيون من مسألة انقسام أو انفصال على الإطلاق. هذه كيانات هشة ليس لها مثيل، هو نوع من الانتحار السياسي. والرد على من يقول بأنهم سيطرون على الأرض وإنه سياسة الأمر الواقع مرفوض، لأننا لدينا نماذج غير مقبولة على الصعيد الإقليمي والدولي، وإلا لأصبحت ما يسمى بكيان داعش هي الدولة المعترف بها دوليا وإقليميا، سيطرت على الأرض ولديها كيانات. الحوثي هو داعش، أمير الحوثي هو مثل عبد الملك الحوثي، وبالتالي غير مقبول على الإطلاق هذه الخطوات الأحادية، هي نوع من الانتحار السياسي، خطوات عبثية تعمل على تمزيق ما تبقى من المؤسسات والنسيج الوطني. علينا التعامل معها بهذه الجدية والقوة، وعلى الشرعية أن تعيد بقوة بناء مؤسساتها الوطنية من برلمان، من هيئة وطنية، جامعة الحوار الوطني، بنك مركزي وغيره بسرعة، حتى لا يتشظى أكثر ذلك بقية المؤسسات، لأن هذا عبث لا يمكن أن يستمر، لأنه سيؤسس إلى عد كبير جدا علينا وعلى أبنائنا، ولا يمكن السماح به على الإطلاق. طيب أنت تتحدث الآن عن نوع من المبادرة السياسية من قبل الشرعية تطلب ذلك، لكن الآن الأمم المتحدة برأيك كيف ستنظر إلى هذا القرار، وما الذي تتوقعه الشرعية من الأمم المتحدة إزاء هذه التصرفات الأحادية مرة أخرى من قبل الانقلابيين؟ يعني أولا يعني يجب أن ندرك تماما بأنه لن يحدث أي اعتراف إقليمي أو دولي في هذا الأمر، وعلينا أن نعمل كل أنواع الضغط الدولي والإقليمي، ليس فقط لإدانة هذه الخطوة ولكن أيضا للتضافر مع جهود إعادة بناء مؤسسات شرعية. الرد عليه يكون بجانبين، الجانب الأول مواقف صريحة وصادقة وقوية من قبل القوى الدولية والإقليمية بأن هذه الخطوات الأحادية ليست فقط أنها مرفوضة كما قلت لك، ولكنها لأنها مضرة بما تبقى من مؤسسات الدولة والدفع به لنحو التشظي الزائد، وعلينا أن نفهم المجتمع الدولي ذلك وأن يكون موقفه الأخلاقي والقانوني واضح وحاسم. والصعيد الآخر الذي يجب أن نعمل عليه هو التعويض الفوري على الأرض بمؤسسات سريعة البناء كما تمت الآن بعودة الحكومة الكاملة في عدن، عودة البنك المركزي، التئام برلماننا، التئام هيئاتنا الوطنية المختلفة حتى تعود الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح. الرد لا يكون أبدا بمزيد من الخطوات الأحادية، لا، بمزيد من الخطوات الوطنية الجامعة لليمن الاتحادي الذي اجتمع الناس عليه جميعا بمخرجات الحوار الوطني وقطع الطريق أمام فئة ضالة. النقطة الأخيرة يجب أن ندرك تماما لا نعطي فرصة للحوثيين وعلى عبد الله صالح بأنهم يمثلون منطقة جغرافية هي جزء من قلب هذا الوطن أو فئة سياسية أو مذهبية أو مناطقية، هؤلاء لا يمثلون، لا يمثلون الهاشمية السياسية ولا الزيدية ولا الشمال ولا شمال الشمال، وبالتالي هم عصابة استولت على مجموعة من المؤسسات وعلى مساحة من الأرض وتريد أن تخلق كيانا. مواطنين الذين هناك هم مسؤوليتنا جميعا، ولا يجب أن نعترف بهذه الخطوات الأحادية، لكن ليس فقط إعلاميا ومعنويا ولكن فعليا وواقعيا. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين أصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام رئيس منتدى الجزيرة للدراسات الأستاذ نجيب غلاب. أستاذ نجيب، الميليشيا تعلن عن ما أسمته حكومة إنقاذ في ظل تحركات دولية ساعية لإعادة إحياء المسار السياسي، هل ضربت الميليشيا ذلك؟ أولا يعني خلينا نعتمد على منهج تحليلي يعني لفهم ما الذي يجري في صنعاء. تفضل. أنا أعتقد أنه هناك صراع عميق في صنعاء بين أطراف الإنقلاب، لكن هذا الصراع أخذ طابع سياسي، يعني صراع على النفوذ، صراع على المؤسسات، صراع على المجتمع. يعني هناك جناحين اليوم داخل أطراف الإنقلاب، وهذه الأجنحة أيضا متداخلة، يعني ليست مثلا حوثية محضة ولا مثلا نقول مؤتمرية جناح حفاش محضة، يعني هناك مراكز متعددة ومتنوعة وفي نزاع على المصالح فيما بينهم وفيما يخص مسألة كيفية إدارة الدولة، وفي صراع أيضا على الغنائم. يعني اللجنة الثورية سيطرت لفترة طويلة، وصلت إلى أفق مسدود وكادت أن تفشل فشل كامل، وكادت أن تحدث ثورة داخل المؤسسات وحالة غضب شعبي عليها. الحوثية قدمت تنازل من خلال المجلس السياسي لصالح علي عبد الله صالح ومجموعته،
لكن هذا التنازل عادت مرة أخرى بعد أن تحررت من الهم والغضب والحمول التي كانت فوق ظهرها، وحملت المجلس السياسي دون أن يمتلك هذا المجلس أي قرار أو قدرة على التحكم بالمؤسسات، لأن ما زالت لجان ومشرفي اللجنة الثورية مسيطرين على المؤسسات والمعسكرات وعلى المؤسسة الأمنية والعسكرية. وبالتالي رجعوا وفرضوا وجودهم مرة أخرى، وبل أن محمد علي الحوثي يقوم بإعداد معسكرات خاصة به وميليشيات، ويخرجهم كدفع يتم تدريبهم عبر يعني ضباط سواء كانوا من الجيش أو عبر خبراء من حزب الله أو مدربين أو عناصر حوثية تم تدريبهم في إيران. وأعلم بشكل واضح أنه هو صاحب السلطة العليا والسلطة الرقابية يعني المهيمنة على المجلس السياسي. المجلس السياسي لم يتخذ أي قرارات وليس لديه أي يعني ليس لديه برنامج ولا مشروع سياسات يتحرك من خلالها، وبالتالي أصبح عبارة عن حالة فراغ داخلها دون أن يمتلك أي سلطة. وهذا ولد حالة غضب لدى التيار عفاش المؤتمري ولدى المؤسسات التي أصبحت لديها حالة من الغضب الكامل والكراهية بسبب سيطرة الميليشيات، وأيضا لدى الجيش والأمن المختطف، لأنه هناك إحلال كامل يعني الميليشيات احتلت هذه المؤسسات واصبحت جزء من تركيبتها. كثير من الضباط والعسكر في بيوتهم، وبالتالي هناك مؤامرة يعني مؤسسة الجيش والأمن المختطفة تحس أنه هناك مؤامرة ستنتهي يعني بعد أن يجدوا أنهم بغير رواتب، هم بغير لا يؤدوا في غير أماكن عملهم في بيوتهم، كانوا يستلموا الرواتب الآن ما عاد فيش رواتب، وبالتالي هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية تم تدميرها من قبل الحركة الحوثية وإحلال مؤسسة أمنية وعسكرية بديلة، وبالتالي نوصل إلى حالة نظام غريب وشاذ. يأتي تشكيل الحكومة في ظل هذا الصراع. هناك يعني هل يمثل ذلك ذروة هذا الصراع برأيك؟ هو شوف اللعبة اللي علي عبد الله صالح يعني يحاول أنه يلعب على الحركة الحوثية بطريقته، بحيث أنه يحد من سلطة المشرفين واللجان الثورية، لأنه حس أنه محاصر هو تياره ولم يعد لهم أي فاعلية بالذات فيما يخص اتخاذ القرار داخل المؤسسات، فأصبح وحاول من خلال هذا المكتب السياسي لم يتمكن. اليوم يفكر أنه من خلال الحكومة، لكن هذه الحكومة لن تحقق له شيء مثلها مثل المكتب السياسي. وهناك حديث عن فكرة تعيين مشرف على رئيس الوزراء نفسه من قبل اللجنة الثورية. اللجنة الثورية يديرها عبد الملك، وتصريحاتها وخطابها فيما يخص التحالف مع القوى التي تحالفت معهم كلها كذب. الحوثية تدير حربها ضد الأطراف الإنقلابية المتحالفة معها بغبث وأيضا بكذب، لا يملكوا مصداقية كاملة، أو تيار عفاش المؤتمري يدركوا هذه المسألة. لكن بالأخير إذا استمر الوضع هذا ربما يوصل إلى حالة العنف المسلح، ربما تحدث حرب أهلية داخل أطراف الإنقلاب. هم حريصين أنه ما يوصلوش إلى هذه الحالة، لكن يبدو لي أنه تهور الحوثية وإصرارها على يعني فرض رؤيتها وسيطرتها الشاملة واستتباع الجميع باعتبارهم تابعين لهم وهم المالكين الأساسيين للولاية، فهذا ربما يعني يقود إلى حالة من الانقسام، وربما يعني انقسام يوصل إلى حالة عنف في المرحلة القادمة. طيب أنت نعم أستاذ تفضل. المسألة الأخرى بالنسبة للحركة الحوثية، هي بالنسبة لها الجنوب لم تعد مهتمة به، يعني ما عد جزء من مسألة إنه تنشر فيها الولاية ولايتها وتحكمها وسيطرتها، لأنها ترى إنه هذه مسألة صعبة جدا، وبالتالي هي تخطط علشان تحتوي بقية الشمال الرافض لها مثل تعز، الحديدة، إب، مارب، الجوف والكذا، يتطلب هذا فكرة الانفصال. علي عبد الله صالح لا جاب لهم واحد جنوبي علشان يؤكد فكرة الوحدة، لكن مجرد أن تشكل حكومة في الشمال اليوم داخل الانقلاب، إيران والحوثيين يروا أنه هذا ممكن يحقق لهم نقلة نوعية باتجاه تشكيل حكومة متصارعتين داخل اليمن. المسألة الأخرى،
هناك أطراف حتى بما في ذلك صالح وجزء من جماعته ليس لديهم رغبة في الوصول إلى حل سياسي دون أن يضمنوا مواقعهم وترتيب أوراقهم بطريقة يعني مضمونة. الحوثية هي تعتقد أن لديها قدرة على ترتيب أوراقها في حالة لم يعني في حالة وصلت إلى خسارة ولم تعد قادرة على إدارة الدولة بسبب الإفلاس الاقتصادي وعدم قدرتها على تغطية الرواتب، وبالتالي تخاف من حدوث فوضى داخلية في المناطق المسيطرة عليها أو أنه عفاش يقلب عليها بشكل أو بآخر. وبالتالي هناك تعقيدات داخل الانقلاب وصراع عميق. هذا ما يحدث هو أولا نتيجة لهذا الصراع، لكن أيضا كل طرف يوظف ما يحدث في صنعاء كأوراق ضغط أيضا في التفاوض لصالحة. طيب هذا الأمر يعني تقترح أنت أنه يعكس هشاشة، أو هذا الفعل يعكس هشاشة بداخل جبهة الانقلاب التي تبدو للكثيرين أنها موحدة وقوية، لكن هناك من يرى أنه فعل سياسي أو مبادرة سياسية قد تؤثر في العملية السياسية برمتها في اليمن، وكذلك قد يكون له أثر على الصعيد التحركات لولد الشيخ وما شابه. ردة الفعل الدولية برأيك كيف ستكون؟ هل ستدرك ما يحدث بداخل الكتلة الانقلابية الواحدة، أم أنها ستتعامل مع الانقلابيين كجزء أو فاعل على الأرض؟ يعني شوفوا من ناحية واقعية وعملية، ما يحدث في صنعاء يعني لا يهم الشرعية ولا يهم قوة التحالف ولا يهم حتى المنظومة الدولية. يعني ما فيش فرق انه محمد علي الحوثي تخلى يحكم فتره ولديه لجان مشرفه، ولا تجيب لي مكتب سياسي اعلى وبعدين تعمل لي حكومه. كل هذه اجراءات تخصكم، ينظموا صفوفهم بطريقتهم ويديروا صراعاتهم بهذه الطريقه. لكن هذه الحكومه ولا المجلس السياسي ولا اللجنه الثوريه لن تعترف بها الشرعيه ولن يعترف بها العالم، وبالتالي اجراءات خاصه بهم لا تعني نهائيا. صحيح أن يتدل على أنه هنا يعني أفعال معيقة لفكرة الوصول لحل سياسي، لكن بالأخير هناك أعمال ميدانية تجري، وإذا رفضوا الحل السياسي الأعمال العسكرية مستمرة ولن يعترف أحد بهم. إذا كان لديهم هدف يعني نقول نفكر خلينا بطريقة إيجابية، أنهم لديهم رغبة في تحرير المؤسسات من هذا من الميليشيات وعودة المؤسسات على الأقل من خلال حكومة متفقين عليها، بحيث أنه لو حصل الصفقة ممكن جزء من هذه الحكومة حقهم وفق ما أكدته يعني ما جاء في الكويت الحل السياسي أنه يبدأوا ينفذوا إجراءات أمنية، بحيث لو جاء الطرف الثالث وفق المبادرة تيري يكون في هناك قد في ترتيبات وتم تفكيك سيطرة الميليشيات بشكل أو بآخر، بمعنى أنه حل للأزمة. إذا كانوا يفكروا بهذا الطريقة يعني هذا طريقة يعني تفكير إيجابي، لكن أنا أعتقد أنه مش ماشيين في هذا الاتجاه، لأن الحركة الحوثية أصبحت يعني ترى أنها هي يعني أنها هي الدولة الإنقلاب، هي دولة الإنقلاب، وكل الأطراف لا علاقة لهم يعني بهذا الإنقلاب أو بدولته، وبالتالي هم يعتقدوا أنه في حالة يعني حدث تسليم للسلاح وسيسلم للمؤسسة يعني للمؤسسة التي كونوها، المؤسسة البديلة لمؤسسة العسكر، وهنا مخاطرة كبيرة، وبالتالي لا بد أن يكون الطرف الثالث هو طرف محايد سواء من الجيش الوطني أو حتى من الجيش المختطف وبإشراف أممي وإشراف دولي وإقليمي، طيب. بحيث يتم تفكيك هذه الميليشيات الحوثية، لأنها ميليشيا بنية يعني تم تكوينها من خلال الانقلاب، وبالتالي من تفكيكها. عدم تفكيكها يعني أنه لا يعني هو كان نحن شرعنا للحركة الحوثية وسيطرتها بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الحرب ستحدث ليس بين الشرعية والانقلابين، بل حتى المؤسسة العسكرية والأمنية التقليدية اللي تم اختطافها ربما تدير حرب لحماية مصالحها مستقبلا حتى في حالة وصلنا إلى حل سياسي، وبالتالي لابد من إنهاء كل الإجراءات الحوثية حتى نصل إلى سلام. طيب بالحديث عن ذلك أستاذ نجيب، الآن هذا الإعلان أو هذا الحدث جاء في حين يستمر إعلان الميليشيا عن إدخال صواريخ باليستية للخدمة، كذلك هناك تدمير لسفينة إماراتية، هذا الأمر اعتبر أنه تطور خطير في المسار العسكري. يعني باعتقادك ما هي الخيارات أمام الحكومة والتحالف في التعامل مع هذه التطورات؟ خلينا نكون صريحين وواضحين فيما يخص إدارة المعركة العسكرية، يعني ليس وحدهم هم من يديرون المعركة العسكرية، هناك أطراف أخرى
متحالفة معهم، هم يعني عفاش داخل هذا التركيبة مش خارجها، لكن عفاش يدير حربة باتجاهات ممارسة نوع من الضغط يعني يعني لصالحه وصالح من يمثلهم، يعني سواء كانوا قبائل أو عسكر. لكن الحوثية لديها خياراتها الأخرى بشكل أو بآخر، هي مسألة محاولة استمرار فكرة الحرب. باعتبار استمرار فكرة الحرب بالنسبة للحركة الحوثية، هي تعتقد أنه نهاية الحرب سيؤدي إلى إضعافها ومحاصرتها، وتصبح الطرف الأضعف داخل هذه التحالفات المتعددة والمتنوعة والمتناقضة حتى من خلال العملية السياسية والحل السياسي مستقبلا. كل اليمنيين يعيدوا ترتيب صفوفهم، هذا لن يخدم الحركة الحوثية. ثم ستتحرك المجال السياسي الطبيعي خارج إطار فكرة السلاح، وهذا يخيف الحوثية. أما الأهم من كل ذلك، فالحوثية ليست إلا أداة وظيفية لإدارة حرب داخل اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية، ويبدو أن هناك بعض الدول الأخرى أيضا متطرفة وتريد أن تحول اليمن إلى ملف للاستنزاف، الاستنزاف التحالف العربي والاستنزاف الاستنزاف اليمني من خلال تحويلهم إلى أداة وظيفية. بالتالي يصبح الخيار الأسلم هو الحسم السريع للمعركة، وصبح الحل العسكري هو الحل الوحيد إذا ترضخ الحوثية وأطراف الانقلاب لحل سياسي عادل يحقق يعني يحقق فكرة الدولة أولا. أما مسألة مصالح كل الأطراف قد تضمن، لكن تضمن المصالح المشروعة، أما المصالح اللي تم بناءها بطريقة غير صحيحة أو مصالح غير مشروعة هذا لا محل لها في الاعتبار ولا في النقاش، ومن المفروض أن تلغى. أشكرك رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات أستاذ نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. كما أشكر جميع المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج، وبقية أفراد طاقم الفني. إلى اللقاء.